من اسطنبول مراسل الغد علام صبيحات. علام، اصدار تركيا احكاما على 11 حقوقيا بتهم الارهاب، باقي القصه والتفاصيل بالتاكيد معك. هذه القضية طبعا بدأت منذ 3 سنوات من الآن. هؤلاء الأشخاص اعتقلوا، 11 اعتقلوا في حزيران من العام 2017، ولا تزال المحاكمات، جلسات المحاكمات متواصلة منذ ذلك الحين. الجلسة اليوم هي جلسة النطق بالحكم، وتابعت أو تتابع هذه القضية المحكمة 35، محكمة العقوبات المشددة 35 في مجمع المحاكم في إسطنبول. اليوم صدرت الأحكام بحق تانر كيليتش، وهو رئيس فرع منظمة العفو الدولية، بحكم عن تهمة الانتماء لمنظمة إرهابية هي جماعة فتح الله جولان ل6 سنوات و3 أشهر، بينما حكم 3 أشخاص آخرين عن تهمتين اثنتين. مجموع الأحكام لكل شخص من هؤلاء الأشخاص الثلاثة هو 2 سنة وشهر، بمعنى أن يعني الأشخاص الآخرين حكموا عن تهمتين اثنتين وليس عن تهمة واحدة، وذلك يرفع عدد الأشهر التي حكموا فيها، بينما حكم الأشخاص 7 الآخرين بالإفراج أو بالبراءة التامة بحسب ما يقول القضاء، بحسب ما أصدر القضاء التركي. طبعا هذه الأحكام تواجه انتقادات حادة من المعارضة التركية ومن منظمات حقوقية. نعم، كنت سأسألك عن موقف المعارضة وردود الفعل في الداخل التركي، يعني الوضع متأزم قبل صدور هذه الأحكام، ماذا عن الوضع الآن؟ بالفعل دعينا فقط نبدأ بتصريحات قبل دقائق فقط لأحمد داود أولو رئيس حزب المستقبل والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم. قبل دقائق أصدر تصريحات خلال كلمة له في منطقة إسنيورت هنا في إسطنبول، قال إن عدم وجود العدالة والإنصاف ويعني في عموم البلاد سببه الرئيس، هو الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بحسب ما قال طبعا يعني خلال تصريحات قبل دقائق من الآن. المعارضة الرئيسية في البلاد تقول إنها هذه المحاكمات كان يجب أن تكون أكثر شفافية، وتطالب السلطات الرسمية التركية بأن تكون المحاكمات بشكل عام، ليس فقط في هذه القضية وإنما بشكل عام في كل المحاكمات المتعلقة بقضايا المحاولة الانقلابية الفاشلة وبالانتماء لجماعة فتح الله جولان، بأن تكون أكثر شفافية من جهة أخرى. ومن جهة ثالثة منظمات حقوق الإنسان التركية والدولية أيضا تنتقد هذه المحاكمات. شكرا علام صبيحات مراسل الغد، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.